تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية قبيل ختام التعاملات، ورئيس البورصة يؤكد أن صندوق النقد لم يتدخل لفرض ضريبة على أرباحها. المالية تؤكد عدم وجود نية لفرض ضرائب على الأوعية الادخارية بالبنوك، وتنفي إصدار خطاب للمركزي بتحديد السحب اليومي ب30,000 جنيه. التغير المناخي يهدد واحات الصحراء بالمغرب، والحكومة تطلق مبادرة لمساعدة أهالي المنطقة للتغلب على التصحر. أهلا بكم مشاهدينا الكرام مع نشرة اقتصادية تفصيلية تأتيكم من قناة النيل الأخبار. وفيها أكد محمد عمران رئيس البورصة المصرية أن مشروع قانون ضريبة الأرباح الرأسمالية على الأرباح المحققة من التعامل في البورصة هو قرار مصري خالص دون أي تدخل من صندوق النقد الدولي. وقال عمران إن الضريبة الجديدة تأتي في إطار سياسات مالية تنتهجها الحكومة لتحقيق إصلاح اقتصادي يستفيد به كل من المصريين ومنهم المستثمرون. وأوضح رئيس البورصة أن التعديل الأخير لمواد مشروع القانون عبر إيفاء توزيعات الأسهم المجانية من الضريبة من شأنه الإسهام في زيادة معدلات نمو الشركات. وشدد عمران على أن سوق المال ليست مكانا للمضاربة فحسب، وإنما بالأساس مكان لحشد المدخرات لتمويل الاقتصاد. تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية اليوم قبيل ختام التعاملات، وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي EGX 30 بنسبة 52%، بينما ربح مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX 70 الذي زاد بنحو 41%. وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالسوق نحو 1.5 مليار جنيه، ليصل إلى مستوى 465 مليار و180 مليون جنيه. ولمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ وائل عنبة خبير أسواق المال. أستاذ وائل، بعد التحية، ما هو تقييمك لأداء السوق اليوم وتوقعاتك للأداء في الأيام المقبلة؟ أستاذ وائل؟ ألو؟ أستاذ وائل، ما هو يعني بعد التحية ما هو تقييمك لأداء السوق اليوم وما هي توقعاتك في الأيام المقبلة؟ أداء السوق النهاردة بيعكس حالة الترقب والحذر السوق فيها بقالنا يمكن فترة بعد قرار فرض ضرائب على تعاملات البورصة. في هبوط في مؤشرات البورصة النهاردة، السوق بيعكس اتجاهه من الصعود إلى الهبوط في نهاية الجلسة. قيم التداول ما زالت متدنية 750 مليون جنيه في حين احنا كنا بننفذ أكتر من مليار. الغريب إن في الضغوط البيعية دي بالله هي المؤسسات المصرية هي اللي ضغط على السوق، مبيعات قوية بقالنا أكتر من كذا جلسة، انضم ليها النهاردة المؤسسات الأجنبية فأصبح الاثنين بيبيعوا، لذلك السوق تحول من الصعود في بداية الجلسة حوالي 1% إلى الهبوط في نهاية الجلسة 0.6%. نعم، الأستاذ وائل عنبة خبير أسواق المال، شكرا لك، كنت معنا عبر الهاتف. أكد وزير المالية هاني قدري أن حصيلة الإصلاح الضريبي في البورصة ستبلغ 10 مليارات جنيه، منها 4.5 مليار جنيه حصيلة التوزيعات النقدية، ومليار جنيه حصيلة ضريبة الأرباح الرأسمالية. وحصيلة ضريبة جديدة تسمى ضريبة التخطيط الضريبي الضار. كما أوضح وزير المالية أن ضريبة 5% التي ستحصل من الأشخاص الذين سيتجاوز دخلهم 1,000,000 جنيه تبلغ حصيلتها نحو 3.5 مليار جنيه.
أكدت وزارة المالية عدم وجود أي نية لفرض ضريبة على الأوعية الادخارية في البنوك، كما نفت ما تردد حول إصدارها خطابا للبنك المركزي بهدف وضع حد أقصى للسحب اليومي بنحو 30,000 جنيه لصغار وكبار المودعين، وأكدت أن الخبر عار تماما من الصحة. من جهته أعلن البنك المركزي ارتفاع إجمالي الودائع لدى الجهاز المصرفي بخلاف البنك المركزي بنحو 16 مليار جنيه ليصل إلى 1,340,000,000,000 جنيه في فبراير الماضي، مقابل 1,320,000,000,000 جنيه في يناير السابق عليه. وقال المركزي المصري إن إجمالي الودائع الحكومية بلغ 170,300,000,000 جنيه، في حين ارتفعت الودائع غير الحكومية خلال فبراير الماضي إلى نحو 1,110,000,000,000 جنيه. وافق مجلس الوزراء برئاسة إبراهيم محلب على مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية بالقانون رقم 196 لعام 2008. ومن أهم الملامح الرئيسية لهذا التعديل أن تكون السنة التحصيلية لهذه الضريبة سنة ميلادية تبدأ من يناير وليست سنة مالية، بهدف توحيد منظومة الربط والتحصيل. ويعفى من الضريبة كل وحدة عقارية مستعملة في أغراض السكن يقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 24,000 جنيه. أكد محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن تحسين كفاءة الطاقة له فوائد عديدة، من بينها خفض التكاليف من خلال الاستخدام الأمثل للطاقة، وتقليل فترات التعرض لانقطاع التيار الكهربائي، وزيادة الإنتاجية وجودة المنتج، وتحسين العلاقة بين شركات الكهرباء والمستهلكين. جاء ذلك في إطار مشاركة الوزير على رأس وفد رفيع المستوى من مصر في فعاليات المؤتمر الوزاري الولايات المتحدة إفريقيا حول الطاقة والمنعقد حاليا في أديس أبابا خلال الفترة من 2 وحتى 4 يونيو الجاري. تصدرت السعودية قائمة الدول المستقبلة للصادرات المصرية خلال الربع الأول من العام الحالي 2014 بقيمة 3,676,000,000 جنيه. وذكر بيان للسفارة السعودية في القاهرة أن أسواق المملكة استقبلت صادرات مصرية بقيمة 9,511,000,000 جنيه خلال عام 2010، زادت إلى 1,797,000,000 جنيه خلال عام 2011، ثم إلى 11,918,000,000 جنيه في عام 2012، وقفزت إلى 12,930,000,000 جنيه خلال العام الماضي. قام رئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم بزيارة رسمية إلى لبنان تستمر يومين قادما من جدة، يبحث خلالها مع رئيس الحكومة اللبنانية سبل تلبية الحاجات الملحة لبيروت، لا سيما على صعيد الإصلاحات في قطاعات مختلفة ولتحفيز النمو الاقتصادي. وتهدف زيارة كيم لاستيضاح المرحلة الاقتصادية الراهنة القصيرة المدى في لبنان، تمهيدا للتقرير الذي سيضعه خبراء البنك المختصون حول آفاق الاقتصاد اللبناني والتحديات التي يواجهها، وذلك انطلاقا من تأثير الاقتصاد اللبناني على الوضع المعيشي. كان رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية قد وقع مع رئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم بمقر البنك في جدة، وقع اتفاقية لتعزيز مستوى التعاون الحالي بين البنكين كشريكين رئيسيين في مجال التنمية في مختلف المجالات. وخلال زيارته إلى المملكة العربية السعودية، أعرب رئيس البنك الدولي عن اعتقاده أن الاقتصاد السعودي مقبل على معدل نمو كبير هذا العام، مشيرا إلى قدرة الرياض على إنجاح الشراكة الاستراتيجية مع البنك الدولي التي أسهمت في دعم الكثير من الدول العربية.
كشف المركز السعودي لكفاءة الطاقة أن المملكة تسجل نسبا مرتفعة للغاية في استهلاك الطاقة الكهربائية، وقال المركز إن متوسط استهلاك الفرد في المملكة يبلغ ضعف متوسط الاستهلاك العالمي. وأوضح السعودي لكفاءة الطاقة أنه يعمل بشكل حثيث على وضع برامج وآليات تستهدف الحد من سوء استهلاك الطاقة في البلاد، ويرجع المركز أسباب الزيادة في الاستهلاك إلى نمط الحياة الآخذ في التطور الذي يحتاج إلى مزيد من الطاقة، بالإضافة إلى نسبة النمو السكاني المرتفعة. أعلنت الكويت أنها تسعى لاستيراد الغاز الإيراني لسد احتياجاتها المتزايدة منه، كما وقعت عددا من اتفاقيات التعاون الاقتصادي مع إيران في مجالات السياحة والجمارك والخدمات الجوية والبيئة. كان أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح قد قام بزيارة رسمية إلى إيران، أجرى خلالها مباحثات مع الرئيس الإيراني حسن روحاني تعلقت بسبل تعزيز العلاقات المتميزة بين البلدين. وتحتاج الكويت إيران عضو منظمة أوبك للغاز الطبيعي بشدة لتشغيل محطات الكهرباء التي يتزايد عليها الضغط بقوة خلال فصل الصيف شديد الحرارة، والذي يتزايد فيه استخدام أجهزة التكييف. وننتقل إلى المغرب، حيث أرغمت التغيرات المناخية الكثير من سكان الواحات الجنوبية على الهجرة الداخلية أو الخارجية، ما دفع الحكومة لإطلاق مبادرة لدعم الصناعات والحرف التقليدية مثل صناعة الأواني الفخارية للتغلب على النزوح من المنطقة. الواحات المغربية بات التغير المناخي يهددها على نحو متزايد، حيث أصبحت الأمطار إما بالغة الندرة أو شديدة الغزارة تجرف سيولها كل ما في طريقها. وأرغمت التغيرات المناخية الكثيرة من سكان الواحات الجنوبية في المغرب على الهجرة إلى المدن الكبيرة أو إلى الخارج. وتعاقبت سنوات الجفاف على واحة تانزيدا التابعة لمحافظة جلميم السمارة، حيث تناقصت المياه الجوفية لدرجة استحالت معها زراعة الأرض، وجفت أشجار النخيل وأصابتها الآفات. انا شخصيا عندي 150 نخلة مات، ما بقى عندي دابا والو. المسؤولون اعترفوا بالمشكلة وقالوا ان الواحة تملك بعض مقومات الجذب السياحي، لكنها تعاني ضعفا في البنية الاساسية. والفلاحة بدون ما لا يمكن اسمته يمكن لها باش تكون. هذا العامل الثاني هو الطريق باش تكون اسمته الولوجية في اي وقت وفي جميع الاحوال متوفرة. العامل الثالث هو الإنارة الضوء. وبينما أطلقت الحكومة المغربية مبادرة لدعم الصناعات والحرف التقليدية في الواحات، أطلق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي برنامجا للتكيف مع التغير المناخي في المغرب ونحو 20 بلدا إفريقيا آخر لدعم وحماية الموارد الطبيعية للواحات الصحراوية. البرنامج المتحدة واهتم بهذه المناطق منذ مدة طويلة، لأنه كتعاني من ندرة ديال المياه، كتعاني من الأمراض، كتعاني من التصحر، واندثار ديالها هو اندثار ديال الثقافة كاملة وديال البيئة وديال الحيوانات وديال كائنات حية ونباتية. وتشغل الواحات نحو 15% من مساحة المغرب، وتكيف سكانها الذين يبلغ عددهم نحو 1,800,000 نسمة، تكيفوا على ظروف الحياة في الصحراء. قالت المفوضية الأوروبية إن النمسا وبلجيكا وجمهورية تشيك والدنمارك وهولندا وسلوفاكيا نجحت في علاج العجز في ميزانيتها وخفضته إلى مستوى مقبول. وأوصت المفوضية الأوروبية الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي بإخراج هذه الدول من دائرة الإجراءات التي تستهدف الدول ذات العجز المفرط في الميزانية، في الوقت الذي حذرت فيه من استمرار الصعوبات المالية في فرنسا وإيطاليا. يذكر أن قواعد الاتحاد الأوروبي تفرض ضمن أشياء أخرى ألا ينخفض معدل العجز في ميزانية الدول الأعضاء بمنطقة اليورو عن 3% من إجمالي الناتج المحلي، وألا يزيد معدل الدين العام عن 60% من إجمالي الناتج المحلي. تعتزم فرنسا دمج مناطقها الحضرية 22 لتصبح 14 بمقتضى مقترح جديد قدمه الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند بهدف خفض العجز في الموازنة.
وتأتي التغيرات مدفوعة بمحاولة تبسيط واقتصاد التكاليف الإدارية في مواجهة عجز موازنة الحكومة الفرنسية المستمر، وستكون عملية دمج الأقاليم جزءا من خطة لخفض العجز بقيمة 50 مليار يورو. اعتبر رئيس الوزراء الأوكراني أرسيني ياتسينيوك أن قطع الغاز الروسي عن بلاده لا يزال واردا، معربا في الوقت نفسه عن أمله في التوصل إلى اتفاق بحلول